drawing area او مساحة الرسم هي المساحة اللي انا بقدر من خلالها اتعامل مع النموذج بتاعي اللي انا بشتغل عليه في برنامج الريفيت. من البروجكت براوزر ممكن اضغط على اي فيو دبل كليك من الموجودة في الاستراكشر بلانز او الثري دي فيو او الاليفيشن مثلا. هنضغط على الانتري ليفل دبل كليك، هتلاحظ ان الفيو اتفتحت وفي نفس الوقت بقى حجم الخط بولد او سميك عشان يوضح لك انهي فيو اللي شغالة دلوقتي. ممكن اضغط على اللي تحتها فلور واللي بعدها اللي هي 03 فلور. كل ما بفتح فيو جديدة القديمة ما بتتقفلش بس هي بتنزل تحتها. طيب علشان اشوف الفيوز اللي مفتوحة دلوقتي بروح على التاب بتاعت فيو واضغط على سويتش ويندوز، هيظهر لي هنا قايمة فيها كل الفيوز اللي شغالة اوريدي في البرنامج دلوقتي. طيب ممكن ان انا اظهر الفيوز دي بشكل تاني بحيث ان انا اقدر اشوف اللي انا فاتحه دلوقتي بيبقى عبارة عن ايه. هنضغط على الريستور بوتن ده، هتلاحظ هنا ظهر لك كل الفيوز اللي انت شغلتها من شوية في صورة متتالية ما بينهم. في نفس الوقت لو انا محتاج افتح اكتر من فيو في نفس الوقت، وليكن مثلا هنفتح الاربعة دول في وقت واحد، بروح على الفيو على بانل الويندوز واضغط على التايل ويندوز او اضغط دبليو تي من الكيبورد مباشرة، البرنامج هيفتح لك كل الفيوز اللي شغالة في دروبنج اريا عندك. طيب علشان اشتغل على واحدة من دول اضغط عليها دبل كليك، هتظهر لي بيه الحجم الكامل للشاشة. هنلاحظ ان الفيو الخاصة بالمود اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، احنا شغالين في مستوى بلان او مستوى ثنائي الابعاد. في كل فيو ليها مجموعة من الكنترولز، اول حاجة في اللي هو المينيمايز بوتن بضغط عليه علشان ينزل الفيو تحت في البرنامج كده، ده برضو ممكن اضغط على المينيمايز فكله بيظهر لي في اسفل الدروينج اريا. شغلها تاني من خلال الضغط على زرار الريستور او ممكن ان انا اقفل فيوز اصلا من خلال علامة الاكس. تحت الاكس في عندي حاجة اسمها النافيجيشن بار، وده الشريط اللي انا من خلاله اقدر ان انا اتحرك جوه الموديل بتاعي، سواء ان انا اعمله اورينتيشنز او تدوير حوالين محور مثلا، او ان انا اعمل زوم ان او زوم اوت او الاوبشنز اللي موجودة عندي دي كلها. بعد كده تحت على الشمال في هنا حاجة اسمها الفيو كنترول بار، وده عبارة عن شريط فيه مجموعة من الأدوات اللي خاصة بالفيو تحديدا، بمعنى إن أي تعديل في الفيو كنترول دي ما بيأثرش غير على الفيو الخاصة بيه، وكل فيو ليها كنترول خاص بيها، بمعنى إن إحنا هنظهر عندنا أكتر من فيو دلوقتي مثلا وليكن الاتنين دول، كل واحدة ليها الفيو كنترول الخاصة بيها. طيب أي تعديل بيحصل وليكن مثلا أنا عدلت في الأوبشن ده خليت السكيل 1 لـ50 بدل 1 لـ100، هتلاحظ ان التغيير حصل هنا في الفيو دي بس وما حصلش على اي فيو تانية. يبقى معنى كده ان انا عندي اي تغيير بيحصل في الفيو كنترول بار للفيو ما بيأثرش غير على الفيو دي بس وما بيأثرش على اي من غيرها. طيب بعد كده ممكن ان انا اتغير او اتحكم في الباك جراوند كولر، لون الخلفية بتاعت الفيو، من خلال المين ابليكيشن منيو واروح على الاوبشن واختار جرافيكس، بعد كده بعمل انفرت باك جراوند واضغط اوكي، هتلاحظ ان لونها بقى اسود. طبعا اي تعديل في الالوان بالدرجه دي هيحتاج طبعا ان انا اعدل الفيو جرافيكس عشان اغير الوان الخطوط من اول وجديد، فالافضل ان احنا نسيبها باللون الابيض. هنرجع تاني على الاوبشنز جرافيك ونشيل العلامه من على الانفرتد باك جراوند واضغط اوكي.